صباح الخير، كيف حالكم؟ بخير، أتمنى أن تكونوا جميعكم بخير. سنقوم اليوم بمراجعة درس الفعل الماضي والفعل المضارع. أولاً، قبل أن نبدأ بتعريف الفعل المضارع والفعل الماضي، سنتعرف معاً على ما هو الفعل أو ما معنى الفعل. الفعل كما نعرف هي كلمات تدل على حدوث عمل معين في زمن معين، يعني هو عمل نحن نقوم به في زمن معين إن كان في الماضي أم في الحاضر. حسنا، مثال: شرب هو في أي زمن؟ في الزمن الماضي. استخرج يوجد فتحة على آخر الفعل، إذن هو في أي زمن؟ زمن الماضي. تعلم يوجد فتحة على آخر الفعل، إذن فهو في أي زمن؟ فعل الماضي. لو كان مثلا من أحرف المضارع ولكن يوجد في آخر الفعل فتحة، إذن يكون ماضي. تفتح، أنا لدي هنا بدأ بأول أحرف المضارع ويوجد ضمة في نهاية الحرف، إذن يكون في الفعل الماضي، عفوا في الفعل المضارع. طيب، إذن هذا هو الفعل، تعريف الفعل. طيب، لنبدأ معا عن الفعل الماضي لنتذكر ما هو الفعل الماضي. هو ما دل على حدث وقع قبل زمان تكلم، يعني وقع في زمن ماض، مثلا دخل، خرج، فهم. هذه أفعال حصلت في الزمن الماضي، فعل ماضي. وعلامات بنائه، ما هي علامات بنائه لنتذكر؟ يعني هو دائما الفعل إذا كان مثلا دخل، كيف نعرف دخل؟ فعل ماض مبني، دائما الفعل الماضي يكون مبني على الفتحة الظاهرة على آخره، لأن هو من أصل الفعل، هو دخل، هو من أصل الفعل، هو دخل، هو خرج، هو فهم. أنا لكي أعرف إذا كان هذا الفعل من أصل الفعل أصرفه مع ضمير هو، يعني هو دخل، هو خرج، هو فهم، إذن هذا من أصل الفعل، إذن تكون علامة بنائه الفتحة الظاهرة على آخره. طيب، وما علامة بنائه أيضا؟ تاء التأنيث الساكنة في آخره، سمعت، قرأت، خرجت، قالت. يعني إذا كان حرف التاء في نهاية الفعل عليه سكون، تكون تاء التأنيث، دائما تاء التأنيث تكون ساكنة. سمعت، يعني كيف نعرف سمعت؟ فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة على آخره والتاء للتأنيث. أنا هنا قرأت، ما هو أصل الفعل؟ قرأ، إذن فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة على آخره، وأنا لدي هنا حرف التاء ساكنة، إذن تكون والتاء للتأنيث. وهنا أيضا خرجت، خرج أصل الفعل خرج، إذن فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة على آخره والتاء للتأنيث. وقالت أيضا نعربها كما عربنا سمعت وقرأت وخرجت. طيب، وهنا تاء الفاعل المتحركة في آخره، يعني أنا هنا كيف نعرب كتبت؟ ما هو كتبت أو كتبت أو كتبت؟ أصل الفعل هو ماذا؟ مثلا أنا أقول هو، أحوله أو أصرفه مع ضمير هو، إذن تكون كتب. ولكن ما هي الحركة الظاهرة على آخر الفعل كتب هنا؟ سكون، إذن كيف نعربه؟ فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك، تا هو ضمير رفع المتحرك، وماذا نقول عنه؟ والتاء ضمير متصل واقع في محل رفع فاعل. نحن كنا قد أخذنا إعراب هذه الكلمات. حسنا، وكتبت أيضا، كتبت وكتبت نعربها كما عربنا كتبت. إذن مثلا هذا أصل الفعل، ما هو أصل الفعل؟ أحولهم أو أصرفه مع ضمير هو، كتبت. ماذا يوجد على الحركة الظاهرة على حرف الباء؟ سكون، إذن كيف نعربه؟ ف
فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بماذا؟ بضمير الرفع المتحرك. حسنا، هذا ضمير رفع المتحرك، يوجد فتحة أو ضمة أم سكون، ضمير رفع المتحرك. والتاء ما هي؟ والتاء تكون بمثابة الفعل. كتبت، من الذي كتبت؟ من الذي كتب؟ أنت، أنت كتبت. يعني والتاء ضمير متصل واقع في محل رفع فاعل. وهنا أيضا نون النسوة في آخره الطالبات، فهمنا الشرح. يعني هنا نحن صرفنا فهم الفعل، فهمنا مع ضمير هن، هن فهمنا. إذا كانت هن نحن صرفناها مع ضمير هن، أضع فقط نون. إذا هنا تكون نون النسوة، نسميها نون النسوة. حسنا، إذا الطالبات فهمنا الشرح. وقد قبل الفعل الماضي قال تعالى قد أفلح المؤمنون، وممكن أن يأتي قبل الفعل الماضي قد، حرف قد. حسنا، قد أفلح المؤمنون. طيب، إذا هذا كان الفعل الماضي، تذكرنا معا الفعل الماضي، والآن سنتذكر معا الفعل ماذا؟ الفعل المضارع. طيب، إذا الفعل المضارع، ما هو الفعل المضارع؟ هو عكس الفعل الماضي، الفعل الماضي يحدث في زمن مضى. حسناً، أما الفعل المضارع يكون هو فعل يحدث الآن، الآن يحدث أو سيحدث في المستقبل. يعني اليوم مثلاً أنا الآن ماذا أفعل؟ حسناً، أو سيحدث في المستقبل، يعني لم يحدث بعد. حسناً، سيحدث بعد مدة. حسناً، يلعب هو فعل مضارع يحدث الحدث الآن، أنا هو الآن يلعب. يرسمون هم الأولاد الآن يرسمون. ترقدين، هذه البنات ترقد. حسناً، ترقدين الآن أو أنت ترقدين. أنام، أنا الآن أنام. حسناً، إذن هذه جميعها، هذه الأفعال جميعها تحدث في الزمن الحاضر، يعني الآن. وما هي حركته الأصلية؟ إذن الفعل الماضي كانت حركته الأصلية هي الفتحة، أما الفعل المضارع تكون ماذا يوجد على الحركة الظاهرة هنا على آخر الفعل؟ ماذا يوجد هنا على الحركة الظاهرة على آخر الفعل يلعب؟ ضمة. إذن هنا تكون علامة رفعه، نقول فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، يعني علامة رفعه تكون الضمة. دائما يكون الفعل المضارع مرفوع والفعل الماضي يأتي مبني. يجب أن يبدأ بأحد أحرف المضارعة، مثل ما تعلمنا أحرف المضارع هي ألف نون ياء وتاء، نجمعها بكلمة واحدة وتصبح أنيت. حسناً، يعني دائماً يجب أن يبدأ الفعل المضارع بأحد أحرف المضارعة. مثلاً حرف الألف أنام، أنام هنا بدأ بأحد أحرف المضارعة ألف. ترقدين بدأ بأحد أحرف المضارعة تاء. يرسمون بدأ بأحد أحرف المضارع الياء. ويلعب أيضا بدأ بأحد أحرف المضارع وهي أيضا الياء. وممكن أن نقول مثلا نلعب أو نرسم، ننام، هي أيضا أحد أحرف المضارع والتي هي النون. طيب، وهنا الباء يقبل حرف السين في أوله الذي يدل على المستقبل، يعني الفعل الذي يدل على المستقبل يسبقه حرف السين. مثلا سيسافر، هو أصل الفعل هنا يسافر، الفعل هنا المضارع يسافر. حسنا، لكي تصبح في المستقبل، لكي تدل على المستقبل نضيف إليها سين، حرف السين. إذن سيسافر يعني هو بعد لم يسافر ولكنه سيسافر بعد فترة أو في المستقبل. سأنام يعني أنا بعد لم أنام ولكن سأنام. حسنا، هو أصل فعل أنام وأضفت إليها حرف السين لكي تصبح في المستقبل. هنا سيرسمون أيضا أصل الفعل يرسمون،
وأنا أضفت إليه حرف السين لكي تصبح في المستقبل. حسنا، إذا هذا هو الفعل المضارع، يعني الفعل الماضي يكون دائما مبني على الفتحة الظاهرة على آخره إذا كان من أصل الفعل. أما الفعل المضارع والذي يدل على حدث يحدث الآن، يعني في الحاضر أو في المستقبل، حسنا، وتكون علامة رفعه الضمة. إذا الفعل الماضي دائما يكون مبني، والفعل المضارع دائما يكون مرفوع، ويسبقه أيضا أحد أحرف المضارع التي هي ألف نون يا وتا، ونجمعها بكلمة واحدة تصبح أنيت. طيب، إذا حروف المضارعة، ما هي حروف المضارعة؟ مع مثلا ألف، نبدأ بالألف. ألف يعني مع الضمير أنا، نصرفها مع الضمير أنا. مثلا أنام، هذا في الفعل المضارع أنام. حسنا، نون مع الضمير نحن، يعني نحن ننام. هنا أنا يعني فقط أنا، مع الضمير نحن، يعني نحن ننام جميعنا، نحن ننام. طيب، مع الضمائر الياء تكون أو تأتي مع الضمائر هو أم هي أم هما أم هن، يعني هو ينام، هي لا هي عفوا هي عفت مع الضمير يا، مع الحرف يا فقط، هو يعني هو ينام، هما ينامان مثلا. حسنا، وهنا أيضا التاء مع الضمائر أنت، أنت تلعب مثلا، أنت تنام، أنت تنامين، هي تنام، أنتما تنامان أو تلعبان، أنتم تلعبون، أنتن تلعبن. حسنا، إذا هذه هي أحرف المضارعة ومع من نستخدمها. إذا أستخدم حرف المضارع ألف مع الضمير أنا، والنون مع ضمير نحن، وأستخدم حرف الياء مع الضمير هو مع الضمائر هو وهما وهن، وحرف التاء أيضا مع الضمائر أنت أنت هي أنتما أنتم وأنتن. حسنا، إذا هذه هي أحرف المضارعة ألف نون يا وتا، ونجمعها بكلمة واحدة تصبح أنيت. طيب، هنا تمارين صغير. سؤال يقول: صنف الأفعال بحسب الجدول. أنا الآن أريد منكم أن تضعوا أمامكم دفتر القواعد، حسنا، ونفتح على صفحة جديدة، وأريد منكم أن ترسموا الجدول. الفعل الماضي في الخانة الأولى الفعل الماضي، وفي الخانة الثانية الفعل المضارع، وأصنف هذه الأفعال، يعني أقرأ الجمل وأصنفها. إذا كان الفعل فيها في الزمن الماضي أضعها، أكتب هذه الجملة عند خانة الفعل الماضي. أما إذا كان الفعل في الجملة في الزمن المضارع، يعني في الزمن الحاضر، حسنا، أصنفها أو أكتب الجملة في خانة الفعل المضارع. سأقرأ لكم أنا الجملة، أنا هذه الجمل، وأنتم عليكم أن تصنفوا هذه الأفعال بحسب الجدول. حسنا، أتجه نحو الغرب حتى تغرب الشمس، وقف العصفور الدوري على الزهرة، يستخرج الإنسان الزيت من بذور دوار الشمس، التقط العصفور بذرة. حسنا، إذا هنا أنا أصنف الأفعال بحسب مكانها المناسب. إذا كان في الفعل الماضي أضعه في الفعل الماضي، أما إذا كان بالفعل المضارع أضعه بالفعل المضارع. أريد منكم الآن أن تكتبوه أمامكم بمفردكم، حسنا، وأن ترسلوا لي عبر إيسكول هذه الإجابات. حسنا، وهكذا تكون قد انتهت حصتنا لليوم، ولا ننسى أن نكتب هذا الواجب ونرسله عبر إيسكول.